السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطبيعة والزراعة في مصر. حلقة اليوم هي عن زراعة البامية في الأراضي المصرية. طبعا زراعة البامية كلنا عارفينها من أهم الزراعات في مصر، عشان خاطر الزرعة دي بيكون مصدر غذاء ناس كتيرة من الشعب، يعني ناس كتيرة من الشعب بتستفيد من زراعة البامية. كما ترون هي زراعة كما هي أشجار البامية، ولكن لسه صغيرة في الأراضي المصرية، يعني قدامها شوية عمال ما تطول وتكبر. بس هي طبعا طرحة بامية وكل حاجة. يعني لو بصيت هنا كده قدام حضراتكم في بامية طرحة في قلب الشجر وكده، بس طبعا يعني لسه ما فيهاش طرح كتير، لان شجر البامية لسه قصير جدا ليس طويلا، يعني امامه شهر او اثنين وبعد كده شجر البامية ده هيطول، هيبقى مثلا طوله حوالي متر او 2 متر، ساعات بيوصل 2 متر ونص. طبعا البامية دي بتتجمع كل يومين او كل 3 ايام او ممكن كل اسبوع، او حسب مثلا الفلاح اللي بيزرع البامية. طبعا قلنا زراعة البامية او اي محصول في الارض الزراعية اربع حاجات عشان خاطر اتحكم في السعر، اوفر للفلاح مية، اوفر له حلاتة، اوفر له كماوي. طبعا معظم التقاوي بيجيبها من الاراضي الزراعية، وطبعا وبكده يبقى الفلاح هيطلع الحاجة من قلب الاراضي الزراعية ببلاش. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطبيعة والزراعة في مصر. طبعا ان عجبك البرنامج ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. مقدم البرنامج محمد سلامة مش